قمت في برمجة خاصة دونك كيما السبت اللي فات. السبت هذا باش نعديو ثلاثة سوايع مع بعضنا، دونك من السبعة حتى العشرة متاع الليل، على خاطر التونسي اليوم وكي كل سكان العالم عنده أكثر وقت فراغ بسبب القيود المختلفة والمفروضة عليه في جل جائحة الكورونا. التونسي عنده أكثر وقت باش يلتجأ للإعلام بكل محامله السمعية البصرية وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن أجوبة للأسئلة اللي تخامروا صباحا مساء ويوم الأحد. التونسي نهار كل يسأل، توجع مفاصله يسأل، متحير على عدد الموتى الله يرحمهم، تحير على عدد الإصابات. التونسي القاسي زعم الأجوبة الصحيحة ودقيقة الأسئلة متاعه. اليوم في هالبرنامج الخاص ومن توا كما قلت العشرة متاع الليل نحاولوا مع ضيوفنا واتصالات المواطنين عبر الهاتف التطرق إلى التعامل الإعلامي الخاص والرسمي مع جائحة كورونا، دور الإعلام في إيصال المعلومة الصحيحة ودورها في التوعية كذلك. باش يكونوا معنا عبر الهاتف مشكورين مختصين في مجالات مختلفة عندها علاقة بالموضوع. شكون معنا؟ المخرج والمنتج عبد الحميد بوشناق، الدكتورة لميا قلال دكتورة في وأستاذة في الطب، أيمن الورغي مختص في الإشهار، وائل نيفي صحفي استقصائي في الكتيبة، عزيزة درغوث عالمة اجتماع وناشطة في المجتمع المدني. أنتم تابعونا على تلفزيون على EFM TV وتنجموا تتصلوا بنا كذلك لأدلاء بآرائكم وتدخلاتكم. معايا اليوم دونك في الإخراج عزة، في الأعداد حليمة، وفي الإخراج الرقمي شكون معانا في الإخراج إيمان، فوالا إيمان في الإخراج الرقمي. نبدأ بالتليفون الأول أو الاتصال الأول، الصديق والزميل عبد الحميد بوشناق. عبد الحميد عسلامة. عسلامة سي إبراهيم لاباس. شحوالك يا عبد الحميد؟ والله حالي كحال التوانسة الكل. نحب نطمئن على صحتك بعد كلمة الحمد لله. يا ربي لك الحمد، الحمد لله. احنا كورونا ضربناها مرتين وسات الميونيتي ومن احنا مقيدين قلتها ولا زرق. والعائلة انا جيت باش نسألك، لقحت ولا ما زلت؟ ما زلت انا نستنى في دوري كيف الناس الكل. قيدت من الاولانيين، من اللي قيدت الاولوية للناس راني فرحت، والناس قاعدة عمال وتزيد تقيد وعمال تقتنع بالتلقيح، تقولش علينا احنا جنون بتاع تعمد فين يعني، ولا نفهمه فهمتني؟ عندنا برشا برشا تلقيحات والتلقيح موجوده ولا الحمد لله، الحمد لله. وقيت هاي طلعت الحكايه نتاع التليفون هاي، فهمت كيفاش؟ كان في بالنا رانا قلنا انه يتكلم من مارس، فهمت؟ طلعت الحكايه سهله ياسر، هو التليفون جابونا الزملين. دونك الله يرحم الناس اللي ماتت قبل التليفون. هكا هو ذاك ربي يرحمهم. ونعم، انت شفت مثلا في فرنسا اللي من بعد الخطاب الرسمي نتاع اللي هو خطاب، خاطر اليوم عبد الحميد نحب نطرقوا شويه لتعامل الاعلام مع الجائحه، وانت كفنان وكمخرج ومنتج معناها عندك في تونس ولا في العالم؟ لا في تونس، باش نحكيو في تونس. واذا كان فما مجال للمقارنه عبد الحميد تي بو يلي. لا مانيش باش نقارن الحقيقه، توا في التدخل نتاعي مانيش نحكي حتى بلد اخرى، نحكي كان على تونس هذيك السوق نعرفها ونعرف ما ليها ونجم نحكم عليها. انا جست حبيت نعطيك راهو نون بلو نوتخ بروبليم، العباد الاخرين رجعت للحياه واحنا مازلنا نتحاربوا باش نرجعوا الانسومبلون تاع حياه. كان توا وانت مخرج وسينمائي يعني قاعد يعدي في السيريموني دو كلوتور. شو نقول لك سي ابراهيم؟ يعني تحب نحكي لك على احساسي من داخل؟ ما نجمش عاديه في الراديو احساسي من داخل، ما نجمش. باهي انا نحس روحي اوني بخي اون اوتاج في بلادنا. هذا احساس خايب ياسر، احنا نحرف الناس قاعده تعيش، قاعدين يعيشوا مش ونترجوا في الكوب دوروب الجمعه اللي فاتت ببليك 60,000 والناس خرجت تقولش عليها الكورونا سي ان كوشمار قديم، احنا مازلنا نعيشوا فيه، مازلنا نعيشوا فيه وني كلك كيلومتر منهم. نشوف في كان ونشوف في السينما رجعت والعباد رجعت تدور، ما سي سا خاطر الناس التزمت غادي، خاطر الناس وقت يقولوا لهم ما تخرجوش ما يخرجوش، وقت يقولوا لهم فماش عيد ما فماش عيد. شكون اللي هذا يهزنا للموضوع نتاعنا عبد الحميد، شكون اللي يقول لهم وكيفاش يقولوا لهم؟ عقلهم ذكاهم وثقافتهم وثقافتهم الجهل. احنا راهو مصيبه فهمناها تو، اش معناها الجهل مصيبه؟ انا راهو فيها المصيبه كل يوم بالميات، هذيك هي كلمه الجهل مصيبه، حيتنا كان نقولوا فيها تو شفناها.
عبد الحميد جاهز. انت كمواطن حاجه اخرى يعني مش نحمل مسؤوليه لحتى طرف اخر، كل واحد تو التاريخ يوري، ومن بعد انت تعرف شكون المسؤول. زاد مانيش نلوم على التوانسه راهو خاطر يزي ملي نهار كامل وحنا نسبوا في بعضنا، يعني سورتو وقت المرض نهار كامل وحنا هاو كذاك عرس هاو كذاك خرج هاو كان الناس الكل تشكي ببعضها، واللي سبب المشكل مش هذا. كان جاو فما تلقيح عندهم ثلاثة شهور التالي ولا شهر التالي، رانا مانيش في الحالة اللي احنا فيها توا. الناس الكل تعرف تلقيح مش يدور تونسي مش يجيبهم من برا، هذوما حاجات كي نو ديباس. كان جات سهلة الحكاية وتوانسة ينجموا يجيبوا تلقيح راهو جبناهم، ما يخليونا ما نعرفوش، ما عندناش معلومات حتى الميديا ونحكيو على الاعلام. ايوا عندكم معلومات، احنا نعرفوا كل المعلومات اللي تعطيوهم لنا انتوما. بيه عبد الحميد كيفاش تتعامل انت كمواطن؟ خلي الفنان والمنتج والمثقف، كيف انت كيف تتعامل كمواطن مع في تلقي المعلومه في تلقي المعلومه يعني كيفاش معناها منين تاخذ المعلومه نتاعك؟ منين تاخذ المعلومه؟ افضل ناخذ معلومه من الراديو الاي اف ام وبعض الميديا الاخرين، ندخل نشوف تويتر، نشوف لي ديكلاراسيون تاع لو ان اس، ندخل نحاول نسقسي على حاجات ما همش موجودين ياسر بتاتر مش متداولين، خاطر احنا هنا معلوماتنا راهو ساعات في وضعيات كارثيه، راهو ساعات ديزارتيك المبازين يحكيوا على علاقه شخص ضرب شخص اخر ولا واحد طلق مع الاخر، يبداو عاملين دي فيو دي بارتاج اكثر من حاجه عندها علاقه بالكورونا. نساء كيسكو شو تفير؟ انا نجم نبدل، انا نجم كان نلاحظ ونشوف هذوما الناس شنو تبعوا. هذا هو الانتيغي نتاع العباد اللي سون تو انكونسيون في خطوره الموقع الموقف، فهمتني؟ لكن ناخذ معلوماتي من فيسبوك مالوغوزمون ولا اوغوزمون مانيش نعرف، نقول له اوغوزمون خاطر فما برشا حاجات قاعده تتبدل زاد غاسا الفيسبوك وغاس لي دون اللي قاعدين يصيروا لي اسوسيسيون ولي جروب اللي قاعدين يعاونوا الناس. هذاك اللي نقدر عليه ابراهيم، يعني انت تعرف اي هل فما معناها من خلال وانت كيما الناس كل وكيما قلت في الانترودكسيون اليوم الواحد ماشي المواطن ماشي الاعلام لانه يسال ببرشا تساؤلات لانه ما عنده ما يعمل كذلك معناها ما بين اكزاكتومون احنا قاعدين نسال وما عندناش اجابات اكزاكتومون يعني الاعلام قاعد يجاوب بذكائه بطريقته بتفسيره لبعض الاحداث، ما عندناش معلومات واضحه، ما عندناش معلومات، فما حد قاعد يجاوب. يعني اللي يقولوا لنا فيه يعني نقعدوا نستناو مثلا شر باش يعملوا ندوه صحفيه والناس التوانسه الكل تستنى باش يقولوا فيها حتى شيء جديد. شفناها مره ولا اثنين ولا ثلاثه وحتى حد مو قاعد يتكلم وحتى حد مو قاعد ينت مي جو كومبخون با. انت توا يعني تخش علينا كري، احنا هنا كري السونتيمون اللي عمرنا ما حسيناه في حياتنا. عبد الحميد هذا جرني الى عبد الحميد جرني هذا غير قبيله حبيت نسالك، واحنا قلنا مش باش نحكيو على البلدان الاخرى ولكن خليني مساج نعطيك المعلومه نتاع وانت سيسور عندك المعلومه انه بعد خطاب ماكرون في فرنسا في الخطاب الاخير نتاعو لانه لا كونفيرونس دو بريس نتاع رئيس فرنسا وزير الصحه نتاعهم ومعناها لي ريكورونت معناها عندها موعد ومعروفه كل شيء، شفنا ما يقارب مليون فرنسي في ثلاث ايام قيدوا للتلقيح. علاش رغم اليوم اللي عندنا اخبار مسره انه عندنا كل دقيقه ولا تهبط الطياره، المطار نتاعنا في تونس عمره ما خدم كما الايامات ما بين طائرات عسكريه وطائرات مدنيه. كيفاش الحمد لله فرحان راني، ولكن الرقم نتاع اللي قاعدين يقيدوا مشبك ترجع بك وان بلوس التلقيح مشبك الرقم الكبير اللي نستناو فيه في فرنسا بيك. عملوا 800,000 تلقيح في عندنا مشكله مع التقييد بوخت شنو يا سي ابراهيم، احنا حتى التقييد للانتخابات نفس الاشكال. تتذكر العوامل تالي نعملوا في لي بلاتو ونقولوا راهو شطار التوانسه ماهوش مقيدين ونشجعوا فيهم وبرا قيد، كنا نقيدوا على الانتخابات كب ساعدنا، هنا تو نقيدوا باش ما عادش يتكب ساعدنا، هو تو لا فهموا. يعني كيس كون دوا فيغ دو بلوس باش الناس تمشي تقيد، مي جو نو كومبخون با مش فاهم. يعني الناس علاش ما تمشيش تقيد باش تاخذ فاكسان؟ شو السبب اللي يخليني يقنعني انا باش انت خاطرك ماكش مقيد خليني انا محصور في الدار انا وبرشا قداش من عبد مسكر اكوز دو كورونا، قداش من عبد فلس تو لا شلقوا للناس راهم لازمهم حتى كان ماهوش مقتنع 100%. خويا برا قيد برا قيد ميسالش، راهو سنو زاد كي لقاو بلدان برا بلاد مع مقيدين فيها 5 ملايين مش كيما بلاد مقيد فيها مليون ولا من باو مش خالطه. ما تراش اللي فما خلل نوعا ما في السياسه الاتصاليه نتاع الدوله، خلينا نقولوها نتاع الحكومه. اغزل لي شوف هي تخد نصاف بن علي عندها عام وهي تحكي لنا على تقييد،
في كل باساج تحكي على التقييد، ما فما حتى حد خرج قال لنا ما تقيدوش، سي با فري. الناس الكل قاعد تقيد، فما عبد في تونس ما في بالوش لازم يقيد باش يمشي الفاكسان. فما كان فما قل لي شكون مازال تونسي توا في الحاله الوضع اللي احنا فيه توا ما في بالوش اللي هو لازم يقيد، يبعث اس ام اس، يبعث اس ام اس سابخون ميم با 5 مينوت، تحط نور وبطاقه التعريف نتاعك تبعث اس ام اس يجيك اس ام اس، شنو هو اللي يخليك ما تعملهاش؟ مقبل ما تنبر انت، وقبل ما تسب الحكومه، وقبل ما تسب برا قيد ساعه، انا وقيد من فيفري وتوا نستنى، انا كي نسب ونكتب وكل شيء خاطرني مقيد، نستنى فيه الباكسان باش يجي باش نعاود نرجع للحياه. يعني اون مونك دو سبوت دو سونسيبيزاسيون صحاح، لازمنا حاجات كيشوك ما نعرفش كيفاش ريتهم، كيفاش ريتهم انت كيشوك اكزاكتومون. انا خاطر بون والله بالحق انا جاي كيما تعمل، كيما تعمل الفيلم دو جونغ. ولا انا حبيت نسالك اليوم واحنا في كان ونحكيو سينما، خاطر ابريتو انت تبقى منتج سينمائي نحترموك برشا. تعرف اليوم لو فيلم كي شوكي لو بلوس اليوم في مثلا في كان، فيلم نتاع ان فيلم دو جونغ كيما اللي انت تو اوزي وعملته في دشرة مثلا. سي ان فيلم كي تري اتوندو. باوي باوي ايكوت، كان كوبريك تو يعمل فيلم كيما شاينينغ، تو يفا فيغ دي بروي كي تتفرج في فيلم تاع جاسبار نوي وقت ايريفيرسيبل. كومون بو كلاسي سي فيلم؟ ولا الفيلم تاع جوليا دو كورو اللي عملت غراف، ما نعرفش كنت شفتوا الفيلم. اي فهم اي جي في ريكسيون تاع الناس في الفيديو، الناس خرجت تيتان. هذا الفيلم جديد تيتان نتاعها، هي اللي عملت غراف قبل وعملت تيتان. جوليا دي هي من في عمرك ابري من الفيميس يا ابراهيم. اوزر هما فاش يحكيو واحنا فاش نحكيو، اخذ المشاكل اللي عندهم هما تو، هي من ستريس اسكو باش تاخذ بالمادور ولا لا، وفي المهم باش يتباع لبرا وقداش من سنه باش يتعدى. اخذ روحنا فيش قاعدين نحكيو، الفيلم تاعها جاي باش تعمله في الولايات المتحده. في فرد عمر انا وياها، هي تو في كان وانا قاعد نستنى في الباكسان في تونس، ما نجمش نسافر، ما نجمش نخرج، ما نجمش نعمل حتى شيء. بعد يجي يقارن يقول لك جيم اوف ثرون، كثر الهم كثر الهم ما يضحك. هي رجع لي الوما ذا التحسيسيه تو انت كيفاش شفتهم الساعه الوما ذا التحسيسيه؟ اغزر بربي هاي سي اوكازيون، انا كانت عندي ومضه نحب نعملها، لكن مالوغوزمون فماش حتى حد يا اوزي او جو دي بيان اوزي. حبيت نعمل حاجه نقولها تو قبل العيد، انا حبيت نوري عبد الشريق علوش في العيد رغم الكورونا وكارثه وتلموا وطيبوا في فرقه. كي باغيفي يا جماعه راهو الناس كي تسمع توا فيا راه فما برشا ناس باش تشري عليه باش تطيبها، باش تطيبها في فرق كان ما يردش باله. يدي راه حتى قدام ربي حرام يهديكم يا صحرايكم. راه فما اليوم بوبليكاسيون هبطها واحد مهبط يكري في علوش ب 100 دينار، قال لك تحب تكري باش توريه لصغارك ولجيرانك. يا اخي شنو اللي صاير في البلاد هذه؟ كيس كيس باس؟ شنو اللي شنو الحكايه؟ راه نعرفوا الناس الكل كتبتها البارح، نعرفوا منافقين الناس راهو يحكيوك توا على عيد كبير. راهو اشترى العلوش يمشي كاميا والناس الكل تعرف. اي شايرين عليه باش يقول لك عيد هو باش يسكر بيه، يعرفوها الحكايه يهديكم يا صحرايكم. اما نقولوا الحقيقه ويزينا من النفاق هذا ونقدموا الكل مع بعضنا. سي فيني يظهر لي سي فيني. يعني باهي باش منع انا روحي ومستقبل صغاري اخوي، حتى كان احنا نوتر افنيغ اللي هكاك برا باش نتعايشوا، مي بور لي زونفون اللي جبناهم اون دوا لوغ دوني او موان شونس باش البلاد هذايا نهار اخر نولي عمري 70 نراها كيما انا تمنيتها. كان نبداوش نخدموا من توا يا رسول الله. عبد الحميد ما تراش اللي مثلا الحملات اون اون تخان دو تي لي زيغور مش نتاعنا، ماهمش نتاعنا. انا مولود عام 84، انا مولود في جينيراسيون شيخت في السبعينات والستينات وشيخه في الثمانينات، وتصدقوا شيخه في تونس وباكهم يصدق والدينار طالع وميني وتفتح وكرتاج ونينا سيمان، وبعد خليتونا احنا؟ شو هو اللي خليته هنا لينا احنا؟ جيت لوم على الشباب تو، الشباب هو المستقبل تو اللي يسمع فينا تو، سي لي جون اللي الناس الكل قاعده تحقر فيهم سي او تو يمشيوا يقيدوا ويمنعوا البلاد هذيا، رانا حشنا بيهم اكثر من حشنا بيهم الاخرين. ما ينجمش عبد عمره 70 سنه مستقبله عنده 40 ربي الشباب وعنده 40 سنه اللي فات يقرر في شباب وليد عمره 14. يهديكم يا ناس شويه لوجيك. راه الناس قاعده تقرر في مستقبلنا، مستقبلهم عنده في مستقبلنا احنا، الشباب نتاعهم تفيت عنده 40 سنه. هاو الصندوق وصلهم والديمقراطيه سي عبد الحميد. يا سير خاطر الناس ما قيدتش وقتها زاد كيف كيف. خاطر الناس ما قيدتش وقتها. ما تراش كانوا كانوا عملوا توا جملاج ما بين التقييد للكورونا والانتخابات الجايه كان نربحوا وقت لا وفلوس.
كان الناس تمشي تفوتيت وقتها مقايدة تور أنا منعين، أما هم مشيوا فوتيه وقت المصالح أخرى يخاوك المصالح تو موتة باللي كل يوم ميات الموت. عمرنا عشناها في تونس، عمرنا عشنا حاجة هكا في تونس في حياتنا، ما تعرفش الجمعة جيش بيش يصير. أنا مشروع وأنا مستقبل وأنا أفلام وأنا حلم وبعطال مني أنا بش نحلم بش نعمل سينما وبش نطمح وبش نمشي لوليود وناخد أسكار، نعرفش نهار تسنيش بيش يصير. أنا ما عندناش حتى معلومة، هوني اللي بغي أنو ميم شباب كامل مسيب وحده عنده طموح. برافو المعلومة ناقصة، ما فماش حتى حد وراك عبد الحميد اللي فهمته من كلامك. ما شكون وراك عبد الحميد، حتى حد وحدك وصحابك والناس اللي تمن بيك. فقط فقط الدولة هزت يد على الشباب التونسي، انتهى الموضوع. خاطر حياته كاملة إلا تاك على أساس هو شباب نستعملوه في الانتخابات بركة، ما هو مايع ويا ناري على تونس وشكون باش نخليوها. الشباب اللي طالع توا جنون زرقاء أذكى منا بياسر يطيروا بينا تيران كون غيد باش نحقروهم ويعطيهم شوية أن بو دو كونفيونس في رواحهم. أنا بزوان دو برا وقيدوا يا الوليد، كان تسمعوا فيا برا وقيدوا، برا وقيدوا الولاد الصغار لي جون، نمشيو قيدوا الولاد، راهي البلاد نتاعكم انتوما كما تمنعوهاش انتوما راهي مشينا. دونك اليزي قيدوا فاكسيني ومشيو، خلينا نخرج ونرجع نعيشوا كيف الناس يهديكم، خلينا نرجع ونحقوا شويه الاحلام اللي احنا حلمنا بهم. راني انا كنت طالع في بيك، راني عملت دشرة وكنت نحلم وماشي النوبه، جات الكورونا تهدينا الكل. صحيح تهدينا، راهم ناس طلعت معايا في فينيس وعاملين فيلم نتاعهم الثالث، وانا ما زلت نعاني في فيلم قاعد في القجر توا خاطر فما سالات محلولين عنده عام ونص. يا ناس يهديكم يصلح رايكم، اسكون دوا فيغ دو بلوس باش نقنعوا الحكومه هذه اللي رانا قلقنا وما عادش عندنا ثقه فيكم. راهو في اقل من هكا يصيروا الاف الاستقالات، مئات موتة كل يوم، حتى حد ما اعترف حتى غلطه، وحتى حد ما باش يعترف حتى غلطه، لم تاع كوميونيكاسيون حتى وزاره، كل وزاره عامله علينا مزيه اللي جابوا لنا فاكسان. راهو قاعدين يتقوا شعمين، لازمنا نطلبوا منهم السماح اللي جابوا لنا فاكسان. يا اخي تحكيوا بالحق، راهو حق مكتسب، راهو باش نمنعوا باش نعيشوا. ماهيش مزيه باش تجيب فاكسان مليون ولا حتى 20 مليون. ماهيش مزيه، ما لازمنيش نشكرك انا، راهو نبدا حاشم ونقول لك سامحني يا ما نعيشك وسامحني على تعبك. هكا يحبوا يحسونا، ما سامحنيش على تعبك. باش تجيب فاكسان وباش تمنعنا الكل والبلاد هذيا نتاعنا احنا وباش نفكوها رغما عن انفكم الكل، ويعرفوا يا ابراهيم. يعرفوا يسون او كورون، يعرفوا كو سي لا فان، سي لا فان سي فيني. تونس هذيا نتاع جون نتاع عباد تحلم تحلم مش كشمار، يراو في الكابوس يدعونا في كابوس تاع خوف تاع رعب تاع ارهاب نتاع نهار كامل احنا مفجوعين، نهار كامل احنا في حال الطوارئ. لا فما بيبليك، لا فما بيبليك كوره فرحان، لا فما موزيك جايه فرحان، كل ما هو متنفس البلاد هذيا تقص. قال شنو كورونا؟ ما رفت كتبت ستاتيو مرقوا فيا الناس الكل، قلت بربي معقول البوسطه محلوله فيها صفوف والسينما خايفين منه لا يعدي راه فما ناس تخدم. الكل وجهي. اي سنحاربهم بالفن وبداوا مرقوا في الفن، هذيك هي الكارثه الحقيقيه. يحتقروه الفنان، يجيبوه كان العرس باش يعرسوا بيه وكهو. اول واحد يضرب هو خاطره ما يتكلمش، خاطره نتاع الجو نتاع الشيخات وكهو، لين تكلموا اقبح من اللي تخيلوا انتوما واذكى منكم راه. اي وينه اليوم؟ هاي سؤال باهي، وينه اليوم مساهمة الفنان أو المثقف في في حد نعطيك كولون تو أنا نتاع قداش من فنان قاعد يعطي في الفلوس كل يوم ويشري في الأكسجين يا إبراهيم؟ لا مش لا أكيد يعني لا أكيد لا لا مش محاسبة، قلت لك لا لا نحكي لك أنا باش نرجع يا عبد الحميد، نرجع ديما الفنان أعطيه الصالة تو يعمل اكزاكتومون. لا لا موافقك، وأنا أعطيه الصالة، أعطيه الاسباس، أعطيه خليه يعيش. يهديكم الفنان كيفاش تحبوا يعيش؟ مش لاقي حتى هو، مش لاقي يعيش هو. أيه. هو طالب، هو طالب يعيش، تطلب منه انت خاطر هو فنان باش يساهم في تي حقيقة. لا لا مش بالضرورة نحكي المساهمة مورالمون، نحكي لا فما الفنان مسموع يا عبد الحميد، انت اليوم كي تتكلم مسموع. نعرف فما الفنان يقلق يا ابراهيم، الفنان عبد راهو قبل ما يكون أداة للترويج أي فكرة معينة. الفنان عبد يقوم الصباح عنده كري وعنده ماء وعنده صغار وعنده مرض وعنده خوف وعنده امه خايف عليها ما يمشيلهاش وعنده هم ازرق. هذايا نوم اون بليس دو سا لازم يكون متفائل ولازم يعدي مساج باهي، سينو الناس الكل تمرك فيه. ما لازموش يكون متغشش، ما لازموش يكون سلبي، حتى كان هو في الخران العنكوش سامحوني الناس اللي تسمع ما لقيتش كلمه اخرى. يهديكم كلنا كيف كيف، المره هذه في المرض اللي احنا فيه كلنا كيف كيف،
لا سياسي لا فنان، حتى كنا كيف كيف طالبين نعاودوا نرجعوا نعيشوا ويجيبوا لنا الفاكسانات، خليونا نخرجوا. خنقتونا الموتى بالمئات كل نهار، خنقتونا والله. كلامك صحيح. تو انت وانا قبيله قبل ما ندخل برنامج ونرجع شويه للسينما بحكم القاسم المشترك ما بيناتنا، اليوم فما فيلم مصري اللي واخذ لو بري دو لا سيمين دو لا كريتيك في كان، فهمت؟ صح اليوم خويا واخذ البري دو فيبرسي. لكن نرجع اليوم مصر، فما ليلى بوزيد زاد منورتنا غادي في فما لا فما حضور زاد محمد طلح هارون ليليان ساكرين فيلم التشادي، وفما نبيل عيوش اوي فور، نبيل عيوش صاحب الفيلم معروف على زاوة اوي فور اللي موجودون اليوم. نبيل عيوش ابراهيم اليوم نقول ليلى بوزيد وصلت الكان ونجمت تخدم وهي موجوده في فرنسا. نبيل عيوش مخرج مغربي، ومش في ذاكرتي المخرج الشاب المصري كذلك الموجود في اسبوع النقاد لا سيمين دو لا كريتيك، وبيان سور محمد صالح هارون. دونك عندنا من افريقيا اربعه مخرجين موجودين في كان ونجموا انهم يعملوا افلامهم. احنا صناع حتى الانتاج وقف في تونس، معناها تسمع انت الفيلم تاعك نعرف اللي عنده اكثر من عام ونص موجود، وما نعرفش عندك مشروع اخر جديد ولا عندي مشروع اخر ان شاء الله. ان شاء الله عندي مشروع، ما نجم نعمل حتى شيء لما بتركح الامور. ما نجم نعمل حتى شيء لما تركح، سا ديبون با دو موا، موقفيننا حياتنا. بالسيف عليك تقعد في الدار وتسمع القوانين وتعمل وما تتكلمش، بالسيف عليك وتشوف البلدان الاخرين يطير وطيران ويفوتوا فيك مئات السنوات. هل لك ثقه في الاعلام الحكومي؟ عندك ثقه اليوم في الاعلام الحكومي؟ سؤال معناها في طريقه التعامل مع الجائحه. الاعلام الحكومي سنين لا الاعلام انت مخرج وفنان وعملت عمل في الاعلام معناها في قناه وطنيه، ولكن نحكي على الاعلام فيما يخص الجائحه الكورونا يا عبد الحميد. والله في يعني بالحق ابراهيم ما نجمش نلوم على حتى حد، يعني شنو اللي كانوا قالوه لنا ما قالوه لناش، وشنو اللي كانوا عملوه ما 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 الاعلام العمومي هو قاعد يتكلم. هاك عطيتني انا توا فرصه باش نحل فمي نتكلم، انتم اعلام خاص لكن حتى في الاعلام العمومي يعملوا هكا. الناس راهي قلقت يا ابراهيم، تو ترا تشوف ابواخ، الناس قاعده تتكلم، فوخت شكون وقاعد يتكلم في الفيسبوك في الدنيا في الجرايد، الناس تتكلم سيون كيسيون دو سيرفي. اعلام الرسمي يا عبد الحميد الاعلام الرسمي، نحكي على الاعلام الرسمي، معناها الاعلام الرسمي اللغه الخشبيه. فوالا هذاك اش حبيت. الى اخر يوم في الحياه، حتى لين ربي حاسبهم على كل كلمه قالوها. واضح؟ خاطر انا طالبين كل الحقيقه، احنا هما مش قاعدين يقولوا في الحقيقه، هما قاعدين يقولوا في اللي الناس كل تعرف وفي اللي يرضيهم، يعني يتعاونوا معانا على اساس بهالل، فهمت؟ هما ما عادش تختف الحكايه، مش القوش اللي ما عادش تختف. فما فيسبوك وفما 60,000 مويا اخر باش نوريكم اللي انتم المعلومه ناقصه اللي تعطيوها، يعطيك معلومه هو اما ربحها مغلفه تبدا ما نعرفش علاش خايفين من شنو. يعني هما بالنسبه ليهم هذه اقوى استراتيجيه تاعكم في الدنيا، ما شرقوش ما خطفتش راهي ما خطفتش راهو ما يصدقكم حتى قاعد. يعني راهم الناس تهبط في الزارتيكل ساعات يبداو يضحكوا في الفيسبوك يتبع وتشوف راهو قداش من ديكلاراسيون حكوميه تهبط تولي تفدليك في الفيسبوك، الناس كنت تبدا تبارتاجي فيهم تضحك. ما شلقوش اللي ما خطفتش، اللي راهو لا كومينيكاسيون راهي غالطه، راهو المشكله منهم هم. يا خويا ما تكلمش، ما تكلمش خير. يعني ولي ليش قلت لك قبيليك بعد ما جينا لي فاكسار الجمعه اللي فاتت، وليت نحس بروحي حاشم على الخير اللي هبطت علينا. تعرف نتاع عاد الامام في الزعيم وقت بدا يدعي الرب يقول له ديما نقول لك ربي يفرجها عليا، ما نقولش نخليك باش تفرجها قد هكاك. احنا نحبوا يحسونا اللي شفت رحمه ربي، شفت كان سبورتو يا راهم ناس طيارات، راهم اللي يحكموا جنون، راهم كي تراهم رانا ماخذين بري نوبل دو لابي هذيك، وراجل ميت قدام السبيطار شفناه الناس الكل. وراه في الفيديوهات وراه في السبيطارات وعندنا احسن دستور، وراه في التعويضات وراه في المظاهرات وراه في التهديدات وراه في الحكايه. يعني هم مش عايشين معانا، فما شويه تفاؤل عبد الحميد. فما ناس عايشه في الماضي وفما ناس عايشه في المستقبل، فما حد عايش في الحاضر حتى حد. فما شويه تفاؤل، فما اشكو متفائل شويه على الاقل. بيان سور متفائل، تعرفش علاش متفائل؟ علاش عبد الحميد؟ على خاطر سي لا فان، خاطر اللي نحسوا فيه توا سي لو شونجمون. انا متاكد تونس بس سلكها وكتبتها المرفيت
بتسلكها ديما تسلكها وبتسلكها المره هذه بالقديم وخير من اللي كنا نتخيله. خاطر صحيح سي في كيسيون دو سوفي ما عادش نكس ثوره ويقولي كثره الاغلاط وما عادش عندهم حتى حل اخر باش يصلحوا اغلاط. عطيهم يجيبوا لنا الفاكسينات توا ويعمل الله سليم. اما راهي البلاد هذيا ديما واقفه على ساقيها ما دامنا مازلنا حيين. ان شاء الله عبد الحميد. بتسلكها راهي. بتسلكها وتترى. ميرسي. نعاودوا نحكيوا ان شاء الله في 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 ساعه سعيده ونقول لك تتذكر كي كنا حكينا تترك لي تسلكها. ان شاء الله عبد الحميد. يقيدوا الناس وباش يجيبوا الفاكسينات وباش نعاودوا نخرجوا ونخدموا لازمنا اليد في اليد ويزينا من سبين بعضنا يزي. يزي من سبين بعضنا ونهار كامل رحنا نلوموا على بعضنا ونهار كامل رحنا نضحكوا على بعضنا يزي. توا سي بلو لو مومون راهي مش غلطتنا احنا. كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاع الشيء اللي حطنا فيه. واحنا توا بشويه بشويه نقدموا وتمنعوها ونخرجوها ونوروها. ما عادش نستناو منها شيء البلاد هذيا احنا لازمنا نهزوها وين تحب. احنا لازمنا نهزوها وين تحب. ميرسي عبد الحميد. هذيا ابراهيم راهي ما تستحقناش. راهي طياره ياسر البلاد. راهو كان جي شعب اخر. راهو ردها اقوى بلد في العالم. ماهيش المشكله في تونس. احنا مانيش عارفين النعمه اللي احنا فيها وكهو. وقيد باش يعني بالحق الماغيت ساد نو الماغيت تونس بالطرف لي سوفونير اللي عشناهم في التسعينات بالطرف كل واحد عنده سوفونير في البلاد هذيا. يعني اللي عاشوا الكل ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات الفينات الكل متحسرين توا على تونس هذه يا خويا هي منعوها. هاي رجعوها كما كان ترى سي بوسيبل. يزينا من اللي احنا كامل واحنا نحروا في بعضنا ونسبوا ونقزموا في بعضنا والاخر يشكي بالاخر والاخر يشكي بالاخر والاخر يضرح في الاخر. يا خويا احنا كنا غالطين. اما راهو كان مالينا كامل واحنا احنا برك توانسه في بعضنا مش اللي يحكموا. ما فماش شقنا راهي ما تخطفش الحكايه. راهم فما حتى حد عمل وعد وشد فيه. راهم خلفوا الوعود نتاعهم الكل. راهم ما عادش عندهم حلول. ان شاء الله يا عبد الحميد ان شاء الله ان شاء الله نتفائلوا وان شاء الله نكونوا في اكتوبر الفيلم نتاعك كذا اللي ننتظروا فيه ان شاء الله شفناه ان شاء الله في ايام قطر السينمائيه الجايه. اسمع نعم نعم. في مساج للبلدان اللي بعثت لنا الكل بالحق راهو سي هذيك وريك قداش تونس يحبوها وكهو مش يحبوا النظام راهو اللي يحبوا الرئاسه يحبوا تونس خاطر تونس حياتها كنا واقفه مع الناس هذوما. اما هو عنده تليفون وكهو. هو عنده تليفون كان دبرنا نوره من قبل اوكي عبد الحميد ميرسي بوكو يعيشك تربي ديما لاباس تحياتي للعائله وان شاء الله ربي يخليك تلقاو في ساعه عايش. خير عايشك عبد الحميد فاصل ونرجع معك السيف سهريات بحر وخلاعه اما سيف